في خطوة استلمت راية مبادرتها فعاليات أهلية مقدسية، وأدارت تنظيمها لجنة التراث الإسلامي بالتعاون مع الهيئة الإسلامية العليا، ولبت دعوة إنعاش وصلاتها الترفيهية فرقة سنابل الفنية. التطبوح الأقصى بجماهير الحضور تلبية لنداء مؤسسات المجتمع المحلي وهيئات الحراك المقدسي التي دعت بين يدي عيد الأضحى إلى إغلاق سوح اللعب والترفيه الخاصة بالأطفال ونقل نشاط فرحتها وجبهة إفشاء بهجتها إلى رحاب المسجد الأقصى، مهيبة بالأسر المقدسية والعائلات الفلسطينية إلى إقام الصلاة في أرجاء الأقصى وتناول الحلوى والقهوة العربية وإفشاء أجواء الإحياء والتخليد في مشهد احتفاء حد المنظمون لدوامه اليومي المفتوح وجه النهار، محددين توقيت تسجيل خروجه بتسليمة صلاة العصر. وسانحة احتفال قدمتها الهيئة الإسلامية العليا مناسبة مواتية لزراعة حب الأقصى في نفوس الأطفال وقلوبهم وتعويدهم على إعمار ساحاته وملئها بالفرحة والسرور. أما شريكا مسرح الفعاليات فقد استعاضا عن قولي التصريح الإعلامي بعملية التوقيع الميداني من خلال تنظيم عروض ترفيهية ومسابقات ترويحية عاش تفاصيل لحظتها الأطفال بين تقليب دمى الألعاب وإطلاق البالونات الطائرة، ونقلوا أفئدتهم من شائق الإلقاء وهادف المغزى في موعد تسلية ترويحية وسرد قصصي أدى فيه عضو فرقة سنابل الموهوب دور توصيل مزدوجا متقمصا دور المهرج في ساعة الهزل التمثيلي المجرد قبل أن يفتح صفحة الجد الرسالي المبطن، معيدا تمثيل وصياغة قصة علي بابا والأربعين حرامي في تصرف دلالي وتوجيه تصويري قدم من خلاله نفسه في دور علي بابا، وأظهر الأربعين حراميا عصابة مستوطنين يخرجهم علي بابا من المدينة مدحورين.